بصراحه شي حاجه زوينه انني غادي نولي عم رزان، هي بنت الاخ ديالي منصف اللي كنقول ليها الله يحفظها وكنتمنى ليه هو وسحار حياه اللي مليئه بالنجاح وبالفرح وبالسعاده. وصراحه هذه شي حاجه اللي زوينه بزاف اللي كتفرح اي واحد، انك احساس انك واحد المولود جديد كيجي لحياتك شي حاجه اللي كبيره بزاف.